لا راح مرحبا سسر ما شاء صالين، مبروك لقطر، مبروك مبروك مبروك. هذه الدولة العتيقة، الدولة التي شرفت كل الدول العربية، كرمتنا. نتمنى إن شاء الله دولة قطر تكون على أهبة استعدادها لتنظيمات أكبر بين أولمبياد إن شاء الله في المستقبل. أما المنتخبات التي سأشجعها هو ميسي الأرجنتين، رغم اليوم أداؤه سيء ولكن إن شاء الله في المقابلات القادمة المنتخب القطري إن شاء الله سيتأهل بإذن الله رغم خسارة هدفه مقابل صفر. تنظيمكم جميل، نتمنى من القطريين كلهم في صف المقابلة الثانية إن شاء الله. قطر لها هيبتها، قطر بقناة بنسبور خليفي هذا الذي شدنا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الدكتور هذا الذي أحبه يعني ما شاء الله يخدم صح خدام. الجزائريين كلهم فخورون بقطر، الجزائريين كلهم فخورون بأن المنتخب القطري والدولة القطرية قامت بكل استعداداتها. الحفل كان بهيج، الحفل كان ما شاء الله بالنسبة لي أحسن الحفلات التي رأيتها، من أحسن منقولوش هي المركز الأول بصح من أحسن الحفلات هي دولة قطر بدون مجاملة. نتمنى قطر أنها تسير كما سيرت عام اللي فات كأس العرب، قطر تستطيع أي كما احنا نقولوا أي دورة تقدر لها. والمنتخب العنابي القطري نتمنى يفوت الدور الثاني وبإذن الله سيكون دور ثاني. وتحية قطر وتحية العنابي وتحية القطريين. أنا من الجزائر سأشجع قطر وإن شاء الله تدي كأس العالم ميسي، لأن ميسي يحتاج كأس العالم، هو قدم ما قدم يستاهل يدي كأس العالم. 1 2 3 فيفا قطر وتحية قطريين.